لانه عجبني الديكور اللي ما بغيتش نحيدها، عجبتني. شوفوا هكذا كنت بحال زعما انت دايره ديور، حيت ديور زعما شي حاجه فهمتي، ما بغيتش ندير هذه الماركه اللي ندير الريحه ديال العود بما نقول سميتها. صافي ودرت لي هذه ديال ديور، وزعما كان رشراني دايره ديور وانا ريحتها الله يستر بحال دايره الطواليت الريحه ديال الطواليت، ماشي اودو طواليت، لا ريحه ديال الطواليت ديال بصح. شفتوا الفكره؟ هادشي كامل غير باش نبين لكم زعما راه عندي بارفان ديال دورا هادي، راه شوفوا من التحت عامي باسيون، هادي غير ديال دوك بحال عرفتو دوك القراعي ديال الروح ديال العبار يمكن ولا. صباحكم مبروك لميا اللي خدامة عندي في العيادة، آخر مسمنة اختي هي هادي. شوفي سالات، كنمشي لفرنسا كنفطر ديما بكرواسا، كنجي لتركيا كنفطر ديما بمسمنة. اختي عجني ليا 21 عاوتاني ولا 40 كيما ديك المره. يلا اختي لميا، شحال من واحد كيبقى يهضر ليا على المحتوى ديالي في السوشيال ميديا وكيبقى عيب وزيد وزيد. انا المحتوى ديالي باين، المحتوى ديالي هو عمليات ودعايات للشغل ديالي، ماشي الشغل ديال الناس. انا كندير دعايات للخدمه ديالي وكنحط غير الخدمه ديالي، وبعض المرات كنحط داكشي اللي كنعيش انا، بعض المرات غير بعض اللقطات، ماشي كنبقى شاد التليفون ليل ونهار انا هنا انا هنا انا كليت هادي انا مشيت هنا انا دخلت هنا. لا ما تنديرش انا داكشي لانه فريمون ما عنديش الوقت، انا كنبغي نعيش راسي ما نعيش للناس، ما مساليش انا نبقى دايره راسي في الناس، انا درت هنا انا خديت هادي صبغت هادي، لا انا ماشي بداك النوع. انا اختي كندير دعايه لخدمتي وعايشه، ومع ذلك كينتقدوني الناس. راك تتشوه بسمعه المغرب، كتشوه بصورة المجتمع المغربي، ولكن حنا الا رجعنا للسوشيال ميديا اللي عندنا في المغرب، ملي كندير مقارنة انا معاهم والله كنشوف انا راسي ولد الناس، كنشوف انا راسي مربي ومحترم وجامع راسي وممشوش. واش عباد الله مخليين وحدة تتقول الاكس ديالها اللي هو راجلها راه رفع لك قضية، انت هي كتنعس ليا مع بناتي اللي هما بناته حتى هو. شوفوا الوقاحة، شوفوا الوقاحة اللي ولات عندنا في المجتمع. يعني انا كانسان ما نقدرش نتخيل انه راجل ينعس مع جوج بناته، انا 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 كانسان كانسان عاقل وعندي هنا العقل، ما عنديش هنايا كاكا، ما نقدرش نتخيل راجل هذاك الراجل كينعس مع بناته. بنته تجلس لي على رجلي راه بنته، بنته تنعس معه وعنقها راه بنته، بنته يبوسها راه بنته، ولكن باش تنوض المرا ديالو الطريقة ديالو تقول لي كتنعس ليا مع بناتي وهكذاك. يعني الفرقة الوطنية ودوك الناس اللي دوك الجمعية ديال الأمومة والطفولة وزيد وزيد، ما تحركوش، ما عطاو حتى شي قرار. اللي وقف ديك السيدة عند حدها، اللي كتهم الأب بأنه اغتصب بنته، وما كنظنش غادي يديرها، ما كنظنش، لأنه داك الأب حنين، فهمتوا؟ داك الأب حنين ومشات القصة كل نهار فيديو، هو فيديو هي فيديو، هو فيديو هي فيديو، هما هادشي كيطولوا فيه على ود الادسنس باش يدخل مصروف، وحنايا الضحيه. شنو كنكبروا واحد الفئه ديال المجتمع والفئه ديال الاطفال الصغار اللي كنبقاو ننبهوهم الاب ديالهم لا ما تجلسش على رجلين ديال باك راه يقدر يفعل لك، الا ما تناش حدا باك. يعني ولينا كنكرهوا الدراري صراحه حتى في الاباء ديالهم. شوفوا شوفوا الفكرة اللي باغيين يوصلوا لنا هادو، يعني دابا حنا ولينا كنركبوا فيهم الخوف من الآباء ديالهم، كنصوروا لهم الآباء ديالهم بأنهم مجرم يقدر يفعل فيها قبل ما يفعل فيها شي واحد آخر. فهاد الشيء غلط، خص هاد الشيء توقف عند حدو. هذا ماشي وماشي مواضيع اللي غادي تناقش في اليوتيوب وتهضر عليها في اليوتيوب وفي الانستغرام وتبارطاجها في الانستغرام وفي الفيسبوك، وانتم عارفين هاد الشيء راه كينتشر حتى في الدول العربيه. تخيلوا الناس غيبقاو يقولوا في المغرب واحد تيفعل في بناته ومراته، رفعت به قضيه وبغات الخبره. اخويا من الاخر هاد الشيء خصو يوقف عند حدو، ما حدو كينتشر وكيتزاد، ما حدو حنا كنتشوهو، حنا ما عندناش الاباء كينعسوا مع ولادهم الصغار من غير الا كانوا ماشي ولادو. حنا في المغرب ما عندناش هادشي، حنا مجتمع محافظ، مجتمع كيبغي بعض كيبغي ولادو، حنا عندنا الناس كيحنوا في بعضياتهم ماشي حتى لهاد الدرجه. ولكن نتوما نسيتوا هاد الناس كاملين اللي كيوثقوا السوشيال ميديا، وكتجيو عند صوفيا طالوني اللي يلاه كتوري لكم واحد جوج سيليكونات وكتقول لكم اجيو ديروا السيليكون واجيو ديروا النيف واجيو ديروا الشر باش ندير فيكم خير نرجعكم زويونين. انا راه تندير فيكم على الخير باش نرجعكم زويونين وملوك جمال وملكه جمال. الله الله تزوجوا.
تزوجوا على يدي بالفضل ديالي، لانه رجعتكم زوينين. انا كتجيني وحده النيف ديالها هكذا، النيف ديالها هكذا، كنرجع ليها النيفه مسقم، وحده قرعه ولا واحد قرعه كنزرع ليه الشهر، وحده ما عندهاش هذه كتبان بحال الجلالي كنرجع ليها هذه كتولي جليله، وهذا هو الحال. وحده عندها كرس سابقه كندخلها ليها، واحد ما كيشوفش التوب ديالو في المرايه كنجي كندير ليه التكميم، تندير ليه الشفط والشد، ما كيحتاجش المرايه، كيولي غير يدير هكذا كيشوف التوب ديالو. وحنا غاديين، ماشي انا كندير شي حاجه خايبه ولا خارجه عن المجتمع. ملي كنجي كنضحك ولا كنقصر شويه الهضره ما فيها باس، راه ما كاينش طاجين بلا لي سالاد، راه ضروري ديك السلطة انا عندي هي ديك تخسر الهضره اللي كتجي بعض المرات مع الطاجين مع الموضوع الرئيسي بحال دابا راه قلت لكم التب ضروري، راه ما نقدرش انا ما نقولش التب، لانه الا ما خسرتش الهضره فمي تاكلني، خصني ضروري نخسر الهضره باش انا كندخل ديك تبزيره للطاجين، فهمتوا؟ سمحوا لي وسير اخوتي، قبلوا هذوك اللي تيديروا لكم الشوها في السوشيال ميديا في المغرب، اللي كيدير لكم في اليوتيوب في القنوات، سيروا عندك طاليس، سيروا نتوما باغيين تضامنوا مع، سيروا عند هذاك ديروا لي الفضايح وهاجموا، سيروا هاجموا دوك الموسخين اللي كي اللي تتقول ليه تغتصب بناته ونرفع لي قضيه، سيروا عند هذوك اللي كيخرو اللي كيديروا كاكا في اللايف، هذوك اللي كيتواركيو بترابيهم في اللايفات والبراني كيتفرج فيهم، هذوك اللي دايرين اونلي فانز ودايرين الشوها في البريفي، هذوك اللي دايرين وهذوك اللي دايرين وهذوك اللي دايرين، هذوك اللي كيهضروا في عيالاتهم، هذوك اللي كيهضروا في خواتاتهم، هذوك اللي كيفضحوا العلاقه ديال مراته، زيدوا انا جايين عندي انايا راه تامل وعايشه الحياه من قبل خدمتي ومن قبل راسي، وتنضحك مع راسي، ما تنجبد حد، ما تنهضر على حد، ما مسالي حد، انا ما الا درت شي لايف كنوض كنتعاطى كنضحك وكنهبط بحالي نمشي للناس، ما كنجبد لا فلا ولا فرت لا ولا فرت لا، ولكن واخا هكداك كتجيو كتهاجموني انا اللي تنبان لكم في الواجهه، علاش ما عرفتش علاش انا كنبان لكم في الواجهه؟ واش ما تعطونيش اتساع؟ قولوا ما تعطونيش اتساع، ما تعطونيش اتساع، وسيروا بعدو مني، النهار ما عندكم ما تصوروا مني، غير هادو اللي الفوق رجعوهم لتحت، يلا.